كل واحد يفكرها ويربطها في باله تماما، انه انت من زميلك وزميلك منك لا يمكن ان تستطيع ان تنجح في مهام او ان تؤدي مسؤوليه داخل هذا المعسكر او في الجبهات اذا لم تكن اخذ بساعد زميلك. فكل السواعد لازم تشمر، ولكن كل الاتجاه يجب ان يكون اتجاه واحد، لا اتجاه ثاني ولا ثالث، كل الناس اتجاه واحد. نحن نرفض السياسة الكثير، ونحن نرفض الحزبية، نحن نرفض المناطقية، نرفض الطائفية، نرفض الشرعية. كلنا وجبنا في هذا المعسكر لخدمة هذا الوطن، هذا الشعب، وكلنا نعتبر اعتقاد واحد بالله سبحانه وتعالى وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مجال لأي تقسيم آخر، لا مجال لأي توزيع آخر، لا مجال لأي هيكلة أخرى غير هذا الهيكل وغير الحبل الوثيق وحبل الله سبحانه وتعالى. أرجو لكم التوفيق، وأنا واثق كل الثقة بأن هذه الوجوه الواقفة أمامي اليوم تعبوا قليل خلال الفترة الماضية، لكنهم كلما تدربوا وعرفوا داخل هذا الميدان سيوفر عليهم الدماء في المعركة. المستقبل مستقبلكم، يعني مش مستقبلنا نحن، ولكن مستقبلكم أنتم. وغدا منكم من يقف في هذا المكان، ومنكم من يقف في هذا المكان، ومنكم من يقف في مكان أرفع متى ما اعتزيتم بأنفسكم ووثقتم بأنفسكم. وستتخاذلون ويذهب كل واحد منكم في اتجاه في حالة الفشل. نحن واثقين أنه دائما ما اجتمعت الأمة واجتمع الناس إلا وتمكنوا ونجحوا وحققوا غاياتهم وأهدافهم، وما تفرقوا إلا وفشلوا في كل مكان، وما هو حولنا من في بلدنا وفي الأوطان المجاورة لنا، سواء كانت دول أخرى أو في إطار الدولي، كل من فشل وتمزق وتقاتل وتنحر فيما بينه دائما يكون المصير في الأخير الفشل. نحن لا ننشد الاقتتال دائما ولا ننشد سفك الدماء. كل الناس الموجودين داخل هذا البلد لهم حق العيش فيه، فقط متى ما أدوا يعني أمانتهم على الوجه الأكمل. من أراد أن ينفذ أجهزة الآخرين مصيره الفشل. ونحن لم نعيش باليمن بمعزل عن الآخرين، نحن نعيش ضمن أمة عربية وإسلامية ومحيط إقليمي ودوري، كنا تربطنا معهم علاقات مميزة. وما المواقف الذي تقفها اليوم معنا دول التحارب إلا دليل على إن لنا مكانتنا وإن لنا علاقاتنا بالآخرين، وإن الآخرين همهم من همنا، ولا يرقهم أبدا ما يجري من إطلاق أمني وتفتت وتمزق داخل هذا البلد. بلدنا بلد إيمان وحكمة. نحن واثقين كل الثقة أنه خلال قادم الأيام وقادم الأسابيع أو قد نقول قادم الأشهر سوف يتحقق لليمن غاية المنشودة بالقضاء على الفتن الموجودة داخل البلاد بالكامل، وسوف يعود اليمن إلى مكانته التاريخية التي تليها. أتمنى لكم التوفيق.